أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات ناقشت أيضا تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا. كما تطرقت مباحثاتنا أيضا إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سواء على صعيد منطقة الشرق الأوسط لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، كما تم التباحث في عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا مع التركيز على الأزمات الدولية الراهنة، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم استعراض الجهود المصرية ذات الصلة مع التنويه لأهمية تكثيف التعاون بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية لدعم الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد.